مرعب. سأثبت لكم هذا وبشكل نهائي. الوداع. ما 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 ما, ما. قدموا إليكم سفراء سان لورينزو الهياكل. انظروا، إنه مثلنا تماما. يلبسون لباسا ولهم وجوه. إنه مثلنا تماما. يلبسون لباسا ولهم وجوه. هؤلاء السفراء هنا كي يجيبوا عن أسئلتكم. اسألوهم أي شيء طالما يتعلق بالهيكل العظمي. كم هو عمرك؟ أنت شاب أم فتاة؟ هل تستعمل الحمام؟ متى مت؟ كيف مت؟ هل تبرد؟ هل تصاب بالمرض؟ تخطط لسرقة جلدنا؟ الهياكل سوف يسرقون جلدنا. اخرجهم من هنا بوسبوس. ليلة سعيدة باهونا. ليلة سعيدة. عد إلى البيت آمنا. نعم، وبعد ذلك استدار صديقي الجيد غريغور وقال لي إنها دعابة مضحكة. ولكن ما الذي حصل لك؟ لا يمكنني النوم، أخاف أن تأتي الهياكل وتأكلني. ولكن ما الذي تتحدث عنه؟ إنهم أصدقاؤنا. الهياكل، إنهم يبنون شيئا. آلة موت. عرفت هذا. اهدأوا، دعونا لا نهلع. ها؟ إن كان ما يقوله حقيقيا فنحن نواجه مشكلة خطيرة. لكن ولكن دوافعهم الحقيقية وعيناي مفتوحتان. انظروا إلى كل أدوات الدمار. لا 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 لا، الفؤوس غير مفيدة. لا، تصبح مجيرة بسرعة. ما هذا؟ أين كنت طوال حياتي؟ والآن سنرى من هو المرعب. ها؟
غريغور، من الجيد رؤيتك. إيفان؟ حليب. هيا تكلم، ما الذي رأيته؟ أخشى أن إيمس كان محقا. لا أصدق. نعم الهياكل نعم الهياكل تخطط لشيء ما. إنهم كائنات مرعبة مع عيون مجوفة مزعجة وأيد فظيعة على شكل عنكبوت، وفحيحهم كصوت الرعب للآذان. ما عرفت هذا. يا فريق بوسبوس للكبار أو أي اسم أفضل، اجتمعوا. فريق بوسبوس للكبار؟ ليسوا هنا، قالوا شيئا عن مهمة فائقة السرية. كان لدي حلم، حلم عن هياكل ومواطني سان لورينزو يعيشون في التناغم، وثم طردتني شطيرة وقال. أي نوع من الشطائر؟ هذا ليس مهما. اللحم والجبن. لكن الحلم انتهى، جميعكم كنتم محقين. لقد كنت مخطئا. نذهب الى المعركة فورا. انا لدي خطة. الان ارتعبوا. إنه هناك كثير من النشاط هنا، ربما يمكننا أن نرتعب بطريقة أقل فوضوية. حين أتيت إلى هنا وعدت بأن أحمي سان لورينزو. ولكن يبدو أنني فشلت لأول مرة في حياتي. سأفعل ما كان يجب أن أفعله، أن أطلب من الهياكل الرحيل. يمكنني التفاهم معهم. في النهاية، ألا نملك جميعا هياكل تحت جلدنا؟ هيكل العظمي، إنه في داخلي. أخرجوه أخرجوه أخرجوه. لكن بوسبوس، ماذا لو لم يتفاهموا معك؟ نظراتهم فارغة ويقولون. هذا ما تحصلين عليه يا سان لورينزو، هذا ما تستحقينه لأنك شككت بي. أولي، أوقف هذا فورا. اغرق في أمطار النيران سيد بوسبوس. سنتولى أمر النيران. أوقف أولي. الآن ستواجه مصيرك ستواجه مصيرك سيد بوسبوس. غريغور، الهياكل. Ah!
حساباً. سليمان الصغير، المكان ضيق على حافري. آسفة، إن كنت ستتصرف بطريقة شريرة وتحاول أن تؤذي الجميع فستعيش في قفص عظام. كل ما أتمناه أن يحترم الجميع أعمالي الشريرة. أولي، يحترم الناس من يحسن التصرف لا السيئين. اللطف يرد دائما باللطف. يستحيل أن يكون هذا حقيقيا. الهياكل فعلت ذلك. انظر إلى الاحترام الذي تلقوه. أنت محق أيها الهيكل. الهياكل مسلية جدا. كل ما أعرفه هو خطأ. أنا لقد استدعيت بلود وولف القديم المخيف، حيث كنا تعلمنا أن الشر شيء جيد. ولكن هل الأعمال الشريرة هي سيئة؟ دولسينيا، ربما يمكنني أن أصبح صالحا؟ إن كنت تنوي التغير فسوف أعطيك فرصة. لكن أنا لا أعرف كيف. أنا سأساعدك. كلنا سنساعدك. مهلا، إلى أين ذهبت الهياكل؟ إذن هذا ما كانوا يحضرونه. إنها جذابة للغاية. كم هذا جميل.